اتجهت الحكومة إلى موانئ بديلة الآن خارج السودان، وهذا مما أثر كثيرا جدا على شرق السودان نفسه، على ميناء بور السودان نفسه، باعتبار أنه في المراحل القادمة سيكون هناك كلام كثير حول هذا الميناء. تفضل. فعلا الآن تأثرت المواني وتأثرت قطاعات عريضة جدا من إقليم شرق السودان على مستوى العمال وعلى مستوى المجتمعات اللي تعمل في ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات في إقليم شرق السودان. والانعكاس أتى كمان بشكل كبير وبشكل مريع على الاقتصاد الوطني الكلي. إذا خرجنا خارج نطاق الإقليم نجد أن سمعة ميناء بور السودان ستكون متأثرة في دوائر التجارة العالمية والإقليمية والدولية، وهذا ستدفع فاتورته الدولة السودانية بكل يعني أقاليم المختلفة وبكل مشاريب المختلفة. وهذا نتاج لمنهجية الحمق السياسي ونتاج طبيعي جدا للتناول الأحادي للقضايا. البعض الآن بيفتكر أن الموضوع عبارة عن قطع طريق وغفل ميناء وكيد سياسي وكيد وعملية ضغط سياسي محدودة، إنما الموضوع ليس هذا. نحن الآن في عالم اليوم أصبح القرار السياسي لا بد أن يأتي بأبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وبيئية حتى، فبالتالي أن نتناول القضية في إطار أن الميناء اتكفلت وبالتالي تحقق مكاسب للمجموعة اللي هي الآن تسد الطريق القومي، فهذا يدل على عدم الرشد السياسي ومحدودية النظر، لأن فاتورة هذا تدفعه الدولة السودانية والمجتمع السوداني، وباعتبار أن ميناء بور السودان هو ميناء ملك للمجتمع السوداني ودافعي الضرائب السودانيين، ومن خلال ما قاموا به من جهود عبر السنين، وهو ميناء يشكل مرفق استراتيجي حيوي ملك لحكومة السودان وليس ملكا لقبيلة.